السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية شباب اليوم مقطعنا يتكلم عن كيف تفرمج تثبت ويندوز 11 وتثبت الدرايفرات المطلوبة لجهازك او المناسبة لجهازك وايضا كيف نسوي تويك تمام اول شي نحتاج بشغلنا هذا اللي هو برنامج رفس ثاني شي نحتاج اللي هو نسخة الويندوز لكم الروابط كلها تحت بالوصف طبعا بعد ما نفتح برنامج رفس تمام نجي نضغط على كلمة سلكت ونحدد الايمج اللي احنا حملناها من موقع مايكروسوفت نفسه تمام والباقي خله زي ما هو اللهم اذا ممكن تبي تغير اللي هو الفوليوم ليبل اللي هو اسم الفلاشة انا بالنسبة لي بسميه ويندوز 11 وبكتب اسم النسخة عشان ما انسى لان عندي فلاشات كثير فما ودي ان هذه الفلاشة اجي اخرب عليها لان عندي ويندوز 10 وعندي 11 عندي لينكس بلا 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 والباقي خله زي ما هو بعدين اضغط ستارت واحدد الاشياء هذه اللي انا حددتها بالضبط مثل ما انا حددتها واضغط اوكي okay. تمام الحين بخليه لين ما يخلص وبرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله والحين الحين يا شباب خلص الحين بنروح نسوي ريستارت للجهاز قبل ما يشتغل الجهاز يعني اول ما يشتغل الجهاز وتشوف اناره الكيبورد اشتغلت علق على زر الديليت حط لكم صورته هالحين هنا وبيدخلنا على البيس زي ما تشوفون هنا طلعت شعار يعني ندبل على زر الديليت زي ما علمتكم دخلنا على البيس الان لما دخلنا على البيس تروح عند كلمه تول او بوت عفوا ثم تنزل تحت يمديك تختار يا من عند الاوبشن تحولها الى الفلاش هو البوت اوبشن او انك تنزل من البوت اوفررايد رايد وتختار الفلاش وبيسوي لك بوت على طول للويندوز تمام الحين بعد ما اخترناه دخلنا على ال على الويندوز على الفلاشه تمام ننتظره ليه ما يشتغل اوكي الان ركزوا معي اللانجوج ترانسفورم خليها زي ما هي التايم اند كورنسي فورمات بنغيرها الى انجلش وورد تقولوا لي ليش اقول لكم عشان التطبيقات الطرف الثالث حقت الويندوز ما تثبت مع التثبيت حقنا ذا تمام واخر شيء الكيبورد أو انبوت مسج خلاه يو اس عادي ما تفرق واضغط بعدين نكست بعدين نستون ناو تمام انتظروا شوي اوكي الحين نضغط اي دونت هاف برودكت كي بعدين نروح نختار انا بالنسبه لي اختار ويندوز 11 برو تقدر تختار هوم او برو اللي يناسبك بعدين تحط صح على اللي تحت بعدين نكست بعدين تختار الخيار الثاني اذا كان عندك آه آه تخزين من قبل عليه ويندوز تقدر تضغط عليه ديليت كلهم بس ركز هذا درايف زيرو يعني انا متاكد انه هذا هو آه هو اللي فيه الويندوز القديم تقولولي لي كيف نعرف اشوف اي بارتيشن فيه اربع بارتيشنات او خمس بارتيشنات زي كذا اعرف انه هذا ايش هذا هو اللي عليه الويندوز فاحذفهم كلهم ثم تضغط آه يو ودن نيكست ذاتس تمام الحين بننتظر التثبيت حق الويندوز ما بياخذ وقت تقريبا دقيقتين ثلاث دقايق وهذا على حسب سرعة فلاشتك وعلى حسب المدخل اللي انت حاط فيه الفلاشة بعد طبعا شباب لما نوصل للخطوة هذه بتجيك بيجيك ايرور تمام لا تضغط راجين اضغط سكيب تمام ثم بروح الخطوة اللي بعدها اللي هي نختار اللغة هنا اول شيء تخليه يو اس تمام او يونايتد كينج يونايتد ستيس اذا مو موجود عندك اختصار بس غالبا يو اس بعدين تحط اد لاي اوت بعدين تروح تكتب مو بتكتب تحط الاربك سعودي اريبيا تمام وتختار 101 هنا حط ما عندي نت وحط Limited سيت اب واحط مره ثانيه مع عندي نت وليمتد سيت اب هنا احط اسم اليوزر حقك تمام انا بحط اسمي ريان وبعدين بضغط نيكست وبحط لي باسورد انت كيف اذا ما تبي باسورد تبغى يدخل على طول اليوزر معك لا تحط شيء خله فاضي وضغط انتر على طول بيحط يعني يخلي حسابك بدون باسورد طبعا بعد ما نخلص الحين بيقول لك جست ا مومنت بيقعد يثبت ويحوس كذا اشياء ما لها بياخذ تقريبا من خمس دقائق ومش اكثر تمام نقدر ننتظره ولا صح بنسكب هذه الفقره كامله طبعا شباب الان بعد ما حملنا الويندوز وخلصنا منه الان نحتاج برنامج اسمه ان في كلين انستول هذا خاص بكروت نيفيديا يعني. اذا كان كرتك اي ام دي تروح تكتب اسم الكرت حقك في جوجل وتحمله بشكل طبيعي ما ذكرتك نفيديا بدك تركز معي وتحمل ذا البرنامج كل البرامج لا تشيلون همها بجمعها لكم بحطها بملف مضغوط بالوصف لا تشيلون همها زبدة بعد ما نحمل البرنامج نشغله بنحدد اول خيار تمام ثم نروح الصفحه اللي بعدها الان انا بالنسبه لي بضغط ريكومندد ليش؟ لانه انا ماني محتاج الجي فورس اكسبيرينس ما راضي لكن اذا انك تحتاج دي GeForce Experience لازم تركز بالمتطلبات حقته تمام بعد ما تحدد المتطلبات حقته طبعا كل متطلب لازم تركز فيه لانه يمكن يحتاج متطلب ثاني لو تركزون الان انا الحين حددت ثلاثه الحين انا ابي بلاي تمام اللي هو Alt-Z وتقدر تصور فهنا من متطلبات الشادو بلاي GeForce Experience و Virtual Audio Process Monitor فلازم اروح احددهم تمام فهنا عندنا البروسيس مونيتور والفيرتشوال اوديو خلاص حددتهم ثم انت بتضغط نكست لا ضغطت نكست آه تمام آه هو بيقولك مثلا انك ناسي شيء اضغط يس yes اذا انك نسيت انا بالنسبه لي آه بضغط ريكومندد وبروح نكست لانه بالنسبه لي بيطيح تقريبا من اداء جهازي او كرتي 20 الى 30 فريم فانا ما احتاج اذا جيت اصور شيء بصوره عن طريق بي اس بس بدل ما تضغط نكست بيقعد يحمل ما راح ياخذ شيء من كذا نتك سريع غالبا دقيقتين ثلاث دقائق الان بعد ما نخلص ابيك تضغط على تحدد الخيار الاول اللي هو قفل التليمتري والثالث اللي هو عشان يسوي لك كلين ان السول اي شيء سابق للدرايفر انا بمرات تحديث ويندوز هو نفسه يقدر يثبت لك الدرايفر احنا ما نبي هذا الشيء تمام الان ننتظر بس يشتغل ثواني بسيطه هذا هو يشتغل تضغط اجري اند كونتينيو بعدين نضغط كاستم ونسوي نكس عشان نتاكد انه هذا الـ الـ المربع عليه صح دين نكس وننتظره لين ما يثبت طبعا شباب بعد ما خلصنا نروح نضغط كليك يمين ثم نشغل الفيديو كنترول بانل ثم نروح ندور خيار نسح ونضغط على ثالث خيار ونسحب البيرفورمس يعني اخر شيء يسار ثم ابلاي ثم نرجع للخيار اللي فوقه ثم ابلاي تمام بعدين نروح عند الخيار الثاني اللي هو مانج 3 دي سيتنج نزل تحت ندور على خيار اسمه لو تينسي مود ونخليه الترا تمام الخيار اللي بعده اللي هو ماكس فريم ريت هذا اذا انك تبي تخلي الكرت يحد الفريمات حقته مثلا عندك ثلاثين ثمانين عفوا اربعين ثمانين 40 تسعين ما شاء الله هو يطلع فريمات واجد بس حطه على عدد الهيرتز حق الشاشه بانه بالنسبه لي اصلا ما يوصل كرتي فبخليه اوف الاوبن جي ال خلى بريفير بيرفورمانس والاوبن جي ال ريندرنج جي بيو حضط عليه وحدد اسم الكرت حقك هذا اذا عندك اكثر من كرت حدد اللي هو الكرت الاقوى الباور مانجمنت مود نخليه ماكسيموم ماكسيموم بيرفورمانس هنا خلي هايست افيلبل انا ما غيرتها انا قاعد اصور عن طريق كام لينك ابيكم تركزون بهذه اللي هو اللي اسمها تكشر فلت فلترينج كواليتي تمام اذا أه كرتك 40 80 40 90 ترى ما هي مستهلة انك تتخلى عن الجوده اللي عندك ما شاء الله ما اذا كرتك من الفئة الضعيفه حولها من كواليتي الى بريفير ماكسيمم بيرفورمانس اللي هي هذه توني حددتها لها هاي بيرفورمانس يب وباقي الاشياء خليها زي ما هي لا تغير اي شيء دق بلاي تحت انا مكبر الشاشه شوي عشان يكون واضح الكلام اضغط بلاي وامورك بالسمباتيك نروح للخيار اللي بعده ونروح عند البروسيس ونختار الكرت بعد ونضغط بلاي برضو بعد كل خطوة تسويها لازم تضغط بلاي لا تنسى نروح عند تشينج ريزولوشن ونروح عند كلمة بي سي تحت نختار اعلى جودة وعلى هيرتز لكل شاشة عندنا موجودة بالستاب. اب انا باين عندي ستين هيرتز لان قاعد اصور عن طريق الكام لينك فالكام لينك ما راح تعطيني الا ستين هيرتز بس لما ارجع اشبك شاشتي الاساسية راح يكون عندي الميتين وثمانين كامل طبعا لو نزلنا شوي تحت يا شباب نلقى اعدادات اضافية فلو كل شيء على شيء هنا الايت بت لو قدرت تحط ال 10 بت يعني موجود بشاشتك اختارها والدايناميك رينج خله فل باقي خله زي ما هو ضغط بلاي بس وانتهى الموضوع باقي الاشياء هذه سكب عليها الان شباب ننزل لين تحت لين ادجست فيديو اند كلر تمام نختار ادفانس بعدين نضغط الخيار الثاني ونخلي نروح نسوي نفس الطريقة للشاشة الثانية اللي هو نضغط الخيار الثاني وبعدين نروح عند ادفانس ونخلي الدايناميك رينج فل نروح لجست فيديو ايمج سيتنج نحط الخيار الثاني الثاني ونشيل الصح من اليمين والسوبر ريزولوشن نخلي الكواليتي ثري وبس كذا خلصنا من اعدادات كرت الشاشة طبعا الان تجي تكتب اسم المذر الخاص فيك في جوجل وتدخل اول رابط تمام ثم تروح عند كلمة سبورت ركز سبورت اللي تحت وليس اللي فوق تمام آه اضغط على اللي تحت وفكنا من الكوكيز ذا قسم بيت لانه قروشة تروح تضغط على كلمة درايفر بعدين تروح عند درايفر وتحدد الويندوز اللي هو 11 والان تقدر تحمل الدرايفرات اللي انت تحتاجها والافضل انك تحدثها كلها انا بالنسبه لي لاند درايفر اصلا يعني استخدامي اصلا واي فاي انا ما عندي لكن بحملهم ولانه انا عندي تو لانز يعني عندي الاثنين جيجا وعندي واحد جيجا حملتهم الاثنين وهنا عندكم الواي فاي زي ما انتم شايفين قسم الويرلس بحمل الواي فاي واللي تحت اللي هو الشبست الشبست هنا لو تركزون ترى شوي قديم فبنسحب عليهم بروح نحمله بعدين من جوجل الاوديو انا ما استخدمه لانه عندي مكسر بنحمل البلوتوث لاني استخدمه بين الجوال والكمبيوتر واليوتيليتي ممكن تاخذ اليوتيليتي اللي انت تحتاجه مثلا ونرار والى اخره تمام الان نروح نبحث مثلا عن برنامج الار جي بي اللي خاص بالمذر انا بالنسبه لي اللي هو الاورا سينك ثم بدخل وبضغط الكلمه الحمراء اللي هو تحت 1.07 بقد يحمل معي اما اذا انت مثلا جيجا بايت الظاهر اسمه اب سنتر والام اس اسمه دراجون شيء زي كذا دراجون سنتر او شيء زي كذا الان من ناحيه التثبيت نجي نفك الضغط بعد ما حملناهم ونروح نضغط على اسس سيت اب بس ونكرر العملية على كل الدرايفرات اللي موجودة عندنا هو بيثبتها لكم من نفسها. تمام بدون ما تضغط لينكس ولا أي شيء تقريباً البرنامج الوحيد اللي بيطلب منك الأشياء هذه اللي هو اللون رار أما الباقي كله بيثبت حتى ما راح يبين عندك أنه قاعد يثبت الآن نجي نكتب اسم بورد وشبست درايفر تمام بدنا ندخل أول رابط Uh, الافضل انك تكتب نوع المذر مثلا عندي انا اكس 570 تكتب اكس 570 انت عندك بي uh, 550 تكتب بي 550 وتحمل اخر واحد طبعا اذا انت انتل ما يحتاج الثبتر لانه راح ينزل الماك من uh, من نفس اللي هو الويندوز ابديت اللي هو تحديثات الويندوز طبعا انا جربت اني ابحث uh, للزد 790 سته درايفر فما يمديك تحملها بشكل يدوي ابدا حاولت باكثر من طريقه فالافضل طريقه انه ايش تخلي الويندوز درايفر يحمل لك كل التعريفات وبعد ما تسوي التحديثات تبدا اللي هو الخطوه اللي بعد اللي هي خطوه التويك بعد ما نخلص من الدرايفرات دي كامله طبعا شباب الان بنثبت الشيبسيت فانا الشيء الوحيد اللي ماني بحاجته اللي هو الباور مانجمنت سبورت فبشيله ونضغط نكست ونخليه على راحته بياخذ له تقريبا دقيقتين الى ثلاث دقائق وممكن يطول ثم نسوي ريستارت وامورك طيبة طبعا يا شباب الحين بنفتح الستارت منيو ونروح نشيل البرامج اللي احنا ما نحتاجها مثلا عندي الرسام انا ما احتاجه عندكم مثلا الساعة والمنبه ما احتاجه لكتن مدري ايش والكلب ميكر الاوفيس الامور هذه انا كلها ما احتاجها فانت مر على كل البرامج اللي انت ما تبيها سوي لها يونسترول او الغاء تثبيت واي شيء انت تبيه من الستور رجاء خاص انك تحمله من الان لان بعد ما نخلص التويك غالبا عندك الميكروسوفت ستور ما راح يصير شغال معك فالافضل انك تروح تحدث الويندوز و تنزل برامجك من الستور اللي انت بيها ثم تشيل البرامج اللي انا اقول عنها الحين مثلا الاشياء اللي انت ما تبيها ثم تكمل معي الخطوه اللي بعدها تنوي يا شباب قبل لا نبدا لازم نسوي كرييت ريستور بوينت اللي هو نقطه استعاده نكتب بالبحث نقطه استعاده ريستور بوينت ثم نضغط كرييت تحت شوفونها الثانيه ثم تسمي باي اسم وتضغط اوكي okay وبكذا سوينا اللي هو زي ما تقولون نقطة استعادة عشان لا سمح الله ضرب علينا الويندوز نقدر نسترجع الآن اللي أبي منكم يا شباب تحملون ذات تول بحط لكم الرابط وبحط لكم بعد مع الملفات اللي راح أحطها لكم بالوصف تمام اه وثاني شيء ابيك تجيب الكوماند اللي هو من موقع آه كريست تيت آه تيتس آه تك يب تاخذ هذا اللينك شفتوه تروح تفتح اللي هو الباور شيل وتشغله كمسؤول تمام وركزوا ترى يا شباب الحين بدينا بالتويك فتسوي له لصق وتضغط انتر انتظر شوي طلع لك الكلام اللي هو يس او نو تكتب نو ما هي انا محتاجه اللي هو يقول لك انستول شوكلت لا حط ما يحتاج انك تثبته الان بعد ما فتح معنا تويك هنا عندنا القائمة الاولى يمدي هنا نحدد البرامج اللي حنا ودنا نثبتها تمام مثلا عندك البراوزر مثل ادج كروم الى اخره مثلا عندك الكوميونيكيشن مثل الديسكورد آه، تيمز ما تيمز والامور هذه كلها عندك الديفلوبمنت البرامج اللي تحتاجها اذا انك انت مطور او مبرمج الى اخره تمام عندك الدوكيومنت عندك الادوبي ريدر دي سي النوت باد بلس بلس هذه من الاشياء اللي مفيده يعني لاغلب الناس انا بديت هنا اثبت البرامج اللي انا احتاجها لانه انا برمج على بايثون احتاج الاوبن جي دي كي جافا برضو وعندك شوف هنا برضو بقسم الجيمز عندكم اللانشرز حقت الجيمز مثل ستيم اي اي فيفا والى اخره آه اللي ابي منك بعد تحدد على مايكروسوفت تولز ابغاك تحدد ان دوت نت ديسكتوب رن تايم 6 والفيجوال ستوديو بلس بلس 2015 الى 2023 64 بت آه بتقولوا لي ليش هذه بتفيدك اغلب شيء بتشغيل الالعاب لان اغلب الالعاب مبنيه على هذه الليبراري في بعد الدايركت اكس بنثبت يعني بالفيديو بس بعدين تمام فتحمل أه تحمل الاشياء اللي انت بيها بس اهم شيء تحدد الاشياء اللي انا حددتها غير حقة الديفلوبمنت تسحب عليها وتدي وتضغط انستول سلكشن اللي موجودة هنا فوق بجنب كلمة ونجت تنتظره لين ما يخلص ثم بيطلع لك رسالة انه ايش خلص تحميل ثم تنتقل من الخطوة اللي بعدها زي ما تشوفون شباب هنا اطلع لكم رسالة مكتوب عليها دن فمعناته خلاص الحين نروح للخطوة اللي بعدها نضغط على كلمة تويك اللي فوق نضغط كلمة ديسكتوب عشان نحدد لنا الاشياء المناسبة للديسكتوب اذا انت لابتوب تضغط لابتوب بالنسبة لي انا بحدد اللي هو ديليت اه تمبرري فايلز تمام وابغى بعد احدد كم حاجة اضافية مثل اللي هو الدارك ثيم عشان يشتغل عندي الدارك ثيم اذا انت ما انت فعل الويندوز فما يمدك تغير اللي هو المود الليلي للنهار وشي زي كذا صح ولا لا ونضغط اد التيمت Performance بروفايل اللي تحت وبضغط اللي هو ست كلاسيك رايت منيو عشان يرجع لي اللي هو الكليك يمين الصفحه حقت الريفرش القديمه حقت ويندوز 10 يسيب الماوس اكسلريشن عشان يقفلك لك الاكسلريشن حق الماوس وبالنسبه لي انا بشيل الكرتونه بعد ذي اللي هو المساعد الصوتي اللي بالويندوز ما حد يستخدمه انا بالنسبه لي شلت الريموف اول ام اس معناته انا شلت كل البرامج اللي تجمع مع مايكروسوفت ستور اذا انت عندك برامج لا تشيلها قلها تمام أو وبعدين انا بقفل اللي هو ديسيبل يو سي وبقفل النوتيفيكيشن بعد ديسيبل يو اي سي اللي هو هذا لما تشغل برنامج كمسؤول يطلع لك اشعار انه هل تريد تشغيله كمسؤول او لا عرفتها يعني ليك بعدين بحط اخر شيء اللي هو سيت ديسبلاي فور برفورمانس اللي هو هي لك شاشه وشوف وشو فايل اكستنشن اللي هو يطلع لك المسار او وش نوع الفايل اللي انت قاعد تشغله اللي هو مثلا لحظات يكتب لك تي وبس اهم شيء اللي فوق بعد اللي اخر وحده ديسيبل باور ثروتلينج بعدين تضغط اللي هو رون تويكس تشوفوها تحت كلمه ديفولت والان ننتظره لين ما يخلص بياخذ له تقريبا دقيقه ماكسيموم الى دقيقتين بعد نروح للخطوه الثالثه طبعا شباب الان بالخطوه الثالثه بس اللي علينا نروح نحدد على اول خيار ثم نضغط انستول الفيوتشر تمام ثم ننتظره لين ما يخلص طبعا يا شباب هو طول معي شوي فخلنا نخلص لنا كم شغله نروح عند كنترول بانل نحط الفيو بعدين نروح عند الصوت الحين نسوي ديسيبل ونسوي ديسيبل اي شيء احنا ما نستخدمه تمام انا بالنسبه لي مثلا الكامبلينك الـ الـ الاصوات اللي تطلع من الشاشه انا ما احتاجها فبشيل اللي هو الشوت ديسيبل ديفايس وبقفلهم كلهم الاشياء اللي انا محتاجها عندك الكام لينك انا محتاجه بعد الديجيتال اوديو هذا كرت الصوت اللي يجي بالميذر بورد محتاجه كل شيء محتاجه بس احتاج المكسر والمكسر لحد الان ما اشتغل فما هو موجود هنا فبقفل هذه الاشياء كلها تقفل كل شيء عدا سماعتك ومايكك الاساسيات ممتاز بعدين روح عند الساوند خله زي ما هو روح عند الكوميونيكيشن وحط دو نوثينج بعدين اضغط الشيء اللي بعده انه بنروح للي هو الماوس عشان نتاكد اللي هو الاكسلريشن طافي نروح عند البوينت ونها اوبشر والهاس هذه نشيلها ما ادري هاش او شيء زي كذا اسمه نضغط ابلاي تمام من هنا تقدر تغير مثلا الثيم حق الماوس انا احب اللون الاسود كذا تحسه سمبل وبعدها نروح للكيبورد الكيبورد من هنا تقدر تخليه ريبت تعرف ما تربت يصير يضغط بسرعه جنونيه بس خلي الاولى شورت بس لكن تصير صعب عليك الكتابه فما انصحك تغيرها بس انا علمتك حركه انه ايش اذا عندك السويتش بطيء تخليه سريع مره بعدها نروح عند الديفايس عند البلوتوث نروح عند البرنتر نتاكد انه البرنت والطابعات الاساسيه محذوفه طبعا الخيار اللي بعد بنروح له اللي هو السيستم يا شباب بعدين نروح عند آه اللي هو ادفانس سيستم سيتنج بعدين قسم البرفورمانس نضغط سيتنج بعدين نختار الخيار الثالث من فوق وبعد ما نختار الخيار الثالث ابغاكم تحددون نفس الخيارات اللي انا حطيتها اللي هو هذول الاثنين والتشك اللي بعده ثم اللي بعده اذا حد حطيت على هذا صح بيصير عندك ايش التحديد لونه ازرق بس انا محتاجه شوفوا رجع شفاف نضغط اوكي okay. ثم نروح للخيار اللي بعده اللي هو ستارت اب ونشيل اللي هو هذه نخليها نن والوقت اللي هنا خله ثلاث ثواني الى خمس ثواني ماكسيموم ثم آه اضغط اوكي كذا خلصنا من هذا القسم كامل والان نجي يا شباب عند البور بلان آه تضغط اللي هو شو اديشن بلان وتضغط الالتمت اذا هي موجوده ترجع تويك وتتاكد انك ضغطت على اد ultimate برفورمس وهو بيضيفها لك هنا تمام القسم اللي بعده اللي هو ابديت تروح تضغط على ابديت وبعدين تضغط بس سكيورتي ريكومندد سيتنج اللي هو خلاص يجيب لك بس تحديثات الامان ويسحب على التحديثات اللي هو الاوت اوف بوكس اللي هو حق الدرايفرات وما حق الزبدة انه زي ما قلت لكم المرة الاولى اهم شيء تتاكد انك ايش تحدث كل شيء تخلي الويندوز ابديت يحدث لك كل شيء قبل لا نبدا فقره تويك ليش عشان لما تفعل هذا الخيار حتى الميكروسوفت ستور عندك تقفل يصير ما يحمل وش اسمه والويندوز كذلك الحين خلاص نسوي ريستارت وامورنا طيبه نرجع بعد ما يسوي ريستارت الان يا شباب نجي نشيك لو تشوفون البروسيس صارت ثمانية 48 أول كانت من شوي روح بعدين عند ستارت اب نقفل الاشياء اللي احنا ما نبيها تشتغل مع الجهاز مثلا الديسكورد ما بغا يشتغل او ما يشتغل الجهاز مايكروسوفت ايدج ما ابغى يشتغل ستيم ما ابغى يشتغل ابي اي شيء انا ابي اروح اشغله انا بنفسي عرفت شلون فلو تلاحظون هنا عندي اخر بوت اللي هو تسع ثواني الان نروح نشغل البرنامج اللي قلت لكم بالبدايه اختار اللغه من هنا أه تبغى مين الشرح الانجليزي افضل لان انا اعرف الانجليزي بس العربي يجيك ملخبط فما ودي لخبطكم الان بعد ما يفتح معنا البرنامج احدد كل الاشياء اللي انا احددها اذا تبي تعرف كل وحده وش هي تيجي بس تضغط على اسمها هو بيعطيك اللي هو التعليمات هذه وش ساكن اغلب الاشياء يعني ما راح تحتاجها عندك كجيمنج كجيمنج ما راح تحتاجها تمام انه انا ترى استخدم جهاز جيمنج ولعب وليب آه، جيمنج ولعب اوكي جيمنج وشغل عرفت شلون مونتاج وبرمجه وكل شيء الاشياء اللي انا قاعد اقفلها ما قد ضرني باي شيء فهنا تقفلون مثلا برايفسي كاملات آه، السيستم آه بعد اللي هو الاول اللي هو بيرجع لكم الكلاسيك اكسبلور بس لازم تسوي اعاده تشغيل الاكسبلور عشان يرجع القديم اللي يصير مثل ويندوز عشرة احدد كل الاشياء اللي انا بحددها هنا بعدها سوي ريستارت الان نجي عند علامه ويندوز نضغط كليك يمين بعدين نضغط على رن هنا نكتب ام اس مثل الكلمه هذه طلعت الشاشة. زين نروح عند سيرفس. تمام؟ ونسوي تشيك على المربع اللي تحت عشان يسوي لنا هايد للميكروسوفت سيرفس عشان ما نأثر على نفسه. نفسها. ومن هنا البرامج اللي انت ثبتها في بعض الأشياء آه ما تحتاجها. لا تشيل السيرفس الضرورية الأساسية. تمام؟ وإذا لا سمح الله صار عندك البرنامج ما يشتغل، ارجع شغل السيرفس حقه من هنا وإن شاء الله أموره تمام. طيب. مثلا أنا عندي شلت الاسس سيرت سيرفس اثر على اللايتنج صار اللايتنج ما ما يشتغل اني ارجع اشغل اللي هو ثاني خيار عندكم الان وبعد ما تخلص طق بلاي تمام وتسوي ريستارت اوكي بعدين تسوي ريستارت كذا خلصنا الفقرة التويك كاملة ان شاء الله في طرق تويك ثانية بنزلها لكم مقاطع منفصلة بس لكن هذا التويك اللي انا سويته الان معكم سواك اكثر تويك امن جهاز كل التول واللي انا استخدمتها امنه ما فيها مالوير ولا فيروسات ولا اي شيء لله الحمد لأنه انا استخدمها تقريبا من 2019 سويت الناس كثير مره مرتاحين سبدا اذا عجبكم المقطع أه لو سمحتوا لايك سبسكرايب كم السلامه